الصالون الدولي انطلق اليوم يوم 26 اكتوبر وسيستمر الى غايه يوم السبت 29 اكتوبر. مشاركه اكثر من 200 شركه جزائريه عموميه وخاصه وكذلك 5 دول اجنبيه حاضره في الصالون، وهي تونس، تركيا، الصين، فرنسا وايطاليا. كطبع اولى هذا يعتبر نجاح كبير، وهذا يعتبر الدليل ان منطقه الشرق الجزائري راهي تستقطب في المستثمرين. المنطقة اللي عندها مؤهلات كبيرة في القطاع الفلاحي، في العقار، في المناطق الصناعية، وكذلك في البنى التحتية للتصدير.